عرفتي بأي طريقة ما إن الرحم بتاعك رحم مقلوب، فتوترتي ووترتي كل اللي حواليكي ووترتينا معاكي. أي نعم، أنت عارفة إن في حاجات كتير في حياتك مقلوبة، بس ما كنتيش تتخيلي إنها ممكن توصل للرحم بتاعك. أنا جاي النهاردة عشان أهديكي وأطمنك وأقولك إن دي من أسهل الحاجات المقلوبة في حياتك. في الأول، إيه هو الرحم المقلوب؟ طيب وإيه اللي قلبه أصلا؟ الرحم المقلوب مصطلح بيصف تغيير الوضع التشريحي للرحم بتاعك. وضع الرحم الطبيعي بيكون مايل لقدام شوية ناحية المثانة، فبدل ما يميل لقدام مايل لورا ناحية المستقيم، وده ممكن يكون لعدة أسباب مختلفة. ممكن تكون أسباب وراثية، ممكن تكون التصاقات بعد عملية جراحية في الحوض، سنة رحم مهاجرة، أو ورم ليفي بالرحم. أيا كان، في معظم الحالات ما بيكونش مصاحب لأعراض أصلا، ممكن تكتشفيه بالصدفة. ممكن بعض الحالات بيكون معاه احتقان في الحوض، أو ألم ووجع في الظهر، أو أثناء الجماع أو الدورة الشهرية. الرحم المقلوب ما بيأثرش خالص على الخصوبة ولا الحمل، إلا لو كان في مشكلة موجودة بشكل مباشر مؤثرة على الخصوبة، زي ما قلنا قبل كده أورام الليفية أو بطانة رحم مهاجرة أو التصاقات. غير كده ما بنتدخلش بأي علاج ولا بيكون في مشكلة. الرحم المقلوب ما بيأثرش خالص على الخصوبة ولا الحمل، إلا لو كانت في مشكلة موجودة ومؤثرة بشكل مباشر، زي الأورام الليفية أو بطانة رحم مهاجرة أو الالتصاقات اللي قلناها من شوية. غير كده ما نديش ليه أي علاج. فالرحم المقلوب حالة بتتعايشي معاها بدون أي مشكلة، زي ما تعايشتي مع أي حاجة مقلوبة في حياتك.